السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن طريقة إدخال خلية لإدراج التاريخ أو عنصر تحكم منتقي التاريخ. هذه الخلية موجودة، لو أردنا مثلا إدخال التاريخ نقوم باختيار التاريخ فيتم إظهاره بشكل تلقائي. كعمل ذلك نذهب إلى علامة التبويب المطور أو develop. في حال عدم وجودها في برنامجك ذهب إلى ملف، ومن ملف خيارات، ومن خيارات تختار تخصيص الشريط. في هذا المكان اذهب إلى المطور أو ديفلوب وتأكد من وجود علامة الصح في مربع الاختيار. لإدراج التاريخ تذهب إلى المطور، ومن المطور اختر عنصر تحكم محتوي منتقى التاريخ. تنبثق لك هذه الخلية، من خلالها تستطيع إدراج التاريخ. إذا أردت إدراج تاريخ اليوم حسب تاريخ الجهاز تقوم بالضغط على اليوم فيظهر لك التاريخ. لتنسيق التاريخ هجري أو ميلادي أو حسب تنسيق معين تذهب إلى خصائص، من خصائص تقوم باختيار شكل التاريخ من خلال الذهاب اختيار من هذه النافذة، من هذه القائمة المنسدلة تختار العربية مثلا أو نوع التقويم هجري أو ميلادي مثلا 25 رمضان أو مثلا ميلادي بهذا الشكل أو التاريخ العربي بهذا الشكل. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.